الحمد لله الاسئله كانوا مزيانين، كلشي كان في المتناول. حطونا نصف الشعر، واخا كنا شويه ما مراجعينوش مزيان، ولكن الحمد لله يعني خدمنا، وداك داكشي كامل اللي راجعناه في السيمانه اللي فاتت والسيمانه اللي قبل، وداكشي كامل اللي درناه في المدرسه، وكذلك في المؤلفات يعني حطونا داكشي في يعني الاسئله حطونا في المتناول، والحمد لله يعني خدمنا داكشي مزيان. وان شاء الله في الانجليزيه في العشيه ان شاء الله غادي نديروا داكشي اللي خدمناه مع الاستاذ ديال لونجلي ديالنا وداكشي، وان شاء الله ننجحوا ان شاء الله. الاسئله كانوا في المتناول، الاساتذه كانوا قائمين بالدور ديالهم، لا حصلوا شي واحد تينقلب التليفون تيدويو تيعطيوه اول انذار، لا عاود جبدوا عاد تيمشيو عند الاساتذه تيعيطوا للاداره. كانوا عندنا واحد جوج حالات، ولكن ما عيطوش للمراقبين اللي اللجنه اللي جات، كانوا دواو يعطيو انذار شفوي وكملوا الامتحان ديالهم. وما الاسئله كانوا في المتناول، ولكن الا ما كنتيش مراجع الدروس ديالك هيجيك شويه صعيب داكشي. اللي تنبغي نقول هو ان باقي عندنا اللونجلي والاجتماعيات غدا هي والفلسفه، تنتمناو من المراقبين ما يزيروش داك الزيار، حيت عارفين ان القرايه العامه كانوا بزاف الاضرابات، كانوا بزاف ديال التوقفات، واخا نقصوا لنا من الدروس، ولكن كان الامتحان طويل شويه، كنا تاخذنا كان طلب منا وقت طويل باش نساليو النصوص، عاد كانت باقا لنا المؤلفات، يعني كان داكشي طويل. اللي تنبغيو نطلبوا من الله انه يوفقنا في هاد ثلاثه المواد اللي باقيين باش نجيبوا شي نقيطه زوينه، فرحوا هذوك الوالدين اللي عندنا في الدار، ديك الساعه نشوفوا المستقبل ديالنا ان شاء الله. السلام عليكم. بعد الامتحان اول حاجه كان سهل، بما اننا حنايا تلاميذ ديال ثاني بكالوريا علوم انسانيه، الامتحان كان سهل بزاف لواحد الدرجه ما يمكنش. حاجه وحده اللي كانت عائق هو ان الاساتذه كانوا دايرين لنا حنا فينا ستريس، هما كانوا زايديننا ستريس بستريس اخر بكمه الزيار اللي فيهم، على ابسط حاجه كيعيطوا للجنه، على ابسط حاجه كيبغيو يزيرونا. الناس اللي خدموا لي كور راه غادي يخدموا مزيان، تحيه الاستاذ يوسف الناصح بسببه خدمنا مزيان، ويوسف الناصح حتى هو والحمد لله صحاباتي كاملين خدموا مزيان، الله ينجحنا كاملين اخوتي. السلام. بدا اول حاجه بدا الامتحان كان هو كان باين اللي قراو راه غيخدموا، اللي ما قراوش راه ما يخدموا والو. في مراقبه كانت الدنيا شويه مزيره، قلبوني انا بعدا شي خمس المرات بدا متاليه كيجي يقلب لك ودنك كذا، وخا ما دير والو معنا في قسم الدولي كيديروا تليفونك اللي داو لي شحال من حاجه. هو كانت قضيه مزيره شويه، وشويه كان شويه جاني طويل صح ما كملتوش. الحمد لله داز متناول، ولكن كاين رغم الصعوبات من الاساتذه ما توفقوكش انك انك تمشي مرتاح في ذاك الخدمه اللي تخدم نتايا. كيفاش بغيتي تقرا وانت اسرق واقفك على راسك من 8 حتى ل 11، انت تبغي تخدم وواقف عليك ما غيخليكش انك تخدم في خاطرك. وبغينا نمشيو للطواليت فهادي ما خلاوناش نمشيو، قال لك ضروري تقلب، عاد تمشي درناه معاهم دخلوا قلبونا ورجعونا، ولكن راه ماشي ما كاينش ديك الراحه اللي كانت شحال العام اللي فات. بالنسبه لي انا كيدوزت العام اللي فات دوزت العام هذا. صراحه الاسئله ما نكذبوش كانوا في المتناول، غير هو واحد التمرين اللي عانى منه كلشي هو كان ديال الغوطاسيون، ولكن الحمد لله على العموم مزيان. وحتى الاساتذه اللي كانوا كيحضرونا صراحه تعاملوا معنا زوين، وكانوا كتحس بهم راعين ان احنا ما قريناش وداك الظروف اللي دزنا من هاد الاضرابات، والله يسهل على الجميع هذا ما كان.